وفتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس الانتاج المحلية التي لم تربع عمر 3 سنوات فأكثر في شوطنا الرابع على مسافة 1800 متر على جائزة معضد من خرصان الشامري رحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثرى للخيل التي لم تربح. والتقدم لثادق الآن، التقدم لثادق أسطول في المركز الثاني، ثادق أسطول ومحاولات تأتي من البقية للتقدم والمنافسة. ثادق لسمو الأمير بدر بن عبد العزيز، أبناء الأمير بدر بن عبد العزيز يتقدم بن شلال بقيادة جايرو ريندون مع محاولات من البقية للحاق بثادق والمنافسة في هذا الشوط. والتقدم يأتي الآن لا يزال إبراهيم حارب حمدان المشرافي في الوسط مع محاولات لنادر الخيل الآن للتقدم، وثادق يحافظ على التقدم والمركز الأول، ونادر الخيل في المركز الثاني مع محاولات لشبل شايم والبقية. والتقدم الآن يأتي من أبو تمام من الخارج، أبو تمام من الخارج الآن، وثادق لازال يحتفظ بالصدارة والمنعطف الأخير والخط المستقيم. والتقدم ثادق مع محاولات الآن لنادر الخيل، ثادق نادر الخيل وأبو تمام، ثادق نادر الخيل أبو تمام يتقدم الآن، أبو تمام يتقدم الآن بقيادة عبد العزيز الشريمة، أبو تمام يتقدم ويحافظ على المركز الأول مع محاولات من نادر الخيل الآن، أبو تمام نادر الخيل ثادق. إذن أبو تمام لأبناء مساعد من سالم السالم يحقق المركز الأول في هذا الشوط، ألف مبروك.